والآن بعد أن انكشفت الحقيقة نأمل ألا يعتذر ديلان. اعتقد باران أنه سيكون دائماً على حق، لكن هذه المرة اصطدم بصخرة صلبة. فبينما كان يريد أن يحاسب ديلان على ما فعله، أدرك أنه كان يحاسب نفسه، حتى أن ديلان طرد باران من غرفته. لم يتوقع باران رد الفعل هذا من ديلان، توقع أن يخيفه أو أن يعتذر له ديلان، بل على العكس لم يشعر ديلان حتى بالحاجة إلى توضيح موقفه، لأن باران بدأ يتصرف بذكاء شديد. نعم أصدقائي، هذه الحلقة كانت حتى هنا وداعاً إلى اللقاء في فيديوهات أخرى.